بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 76 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل الترحيب، أهلا ومرحبا الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل للمرأة أن تطلب من شخص خير ومتدين أن يدعو لها، وما شروط الدعاء في ذلك؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، يجوز طلب الدعاء من المؤمنين، ولكن كونه يستغني عنهم يدعو هو، لأن الدعاء عبادة، كونه يباشرها هو لنفسه أو لغيره، فإن هذا هو الأفضل. نعم. سائل آخر يقول: الشيخ، ما حكم قضاء صلاة النوافل؟ صلاة النوافل الذي ورد أنه يقضى راتبة الفجر إذا فاتت، تقضى بعد ارتفاع الشمس، وكذلك الوتر إذا فات طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فإنه يقضيه، هذا الذي ثبت أنه يقضى. وأما ما عدا ذلك فالنافلة إذا فات وقتها لا تقضى، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأن هذا خاص به، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. نعم. هذا السائل أرسل بهذا السؤال، يقول: الشيخ، حدثونا حفظكم الله عن الوقف، ما هو وما هي شروطه، وما أفضل شيء يوقفه المسلم في حياته؟ الوقف قربة من القربات، وهو الصدقة الجارية التي يجري أجرها على الواقف لحياته وبعد موته، وفيه فضل عظيم، وأكثر الصحابة الذين لهم ما يوقفون وقفوا لعلمهم بفضل الوقف. والوقف على قسمين: وقف منجز في الحياة، فهذا ينعقد من حين التلفظ به ويخرج عن ملك صاحبه إلى الوقفية، والثاني وقف معلق على الموت، وهذا لا ينعقد إلا بعد الموت، وله حكم الوصية. وألفاظ الوقف كأن يقول: وقفت وحبست وسبلت وأبت، ويصرف بما يريد الواقف من القربات كالصدقات وإعطاء الأقارب المحتاجين من أقاربه ويبدأ بهم، غير ذلك مما فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يكون من غلة الوقف. أما الوقف نفسه فإنه لا يباع ولا يوهب ولا ينقض أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل: كنت مسافر ودخلت مع إمام يصلي الظهر، ثم قام الإمام للركعة الثالثة فأكملت تشهدي وسلمت، هل تصرفي صحيح؟ لا، إذا صليت خلف من يتم الصلاة وجب عليك الإتمام ولو كنت مسافرا، لأن لك حكم الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز أن تقصر خلف إمام يتم الصلاة. نعم. يقول: ما رأيكم يا شيخ في جمع الصلوات الرباعية قبل يوم التروية؟ إذا عرفتم أنكم ستقيمون قبل الحج أكثر من 4 أيام يلزمكم الإتمام، وأما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فإنه يستحب لكم القصر. نعم. يقول شيخ السائل: كيف أتخلص من التفكير والهواجس وقت الصلوات، وهل تعتبر صلاتي صحيحة إذا شرد ذهني؟ نعم، صلاتك صحيحة، لكن لا يكتب لك من الأجر إلا بمقدار ما حضر فيه قلبك، فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة قبل قراءة الفاتحة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها، وهذا يطرد عنك الشيطان.
رمضان بإذن الله. نعم. هذه أخت سائلة تقول: بالنسبة شيخ للعطورات التي كثرت في زماننا هذا، وقد تكون هذه العطورات محتوية على بعض الكحول، هل للمرأة أن تستخدمها في البيت؟ إذا ثبت أن فيها شيء من الكحول موجود ولم يستهلك، إنما له وجود مع العطر، فلا يجوز استعمال هذا العطر لأن فيه الكحول، والكحول خمر. الله جل وعلا قال في الخمر: فاجتنبوه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدنان الخمر فأريقت لما نزل تحريمها، لا يجوز التطيب به أو بشيء منه إذا ثبت هذا أنه أن فيه كحولا. أما مجرد الشائعات أو الشكوك فالأصل الإباحة والحمد لله. نعم. يسأل هذا السائل ويقول: اشتريت قطعة أرض قبل 6 سنوات ولم أبيعها حتى الآن، هل عليها زكاة؟ حسب نيتك، إذا كنت تنويها للبيع فإنك تزكيها كل سنة تمر عليها بأن تقدرها بما تساوي على رأس الحول، تخرج زكاتها. أما إذا لم تنويها للبيع فليس فيها زكاة. نعم. يقول: يا شيخ، هل لي أن أكمل وردي من القرآن في صلاة النوافل أم يكفي خارج الصلاة؟ نعم، تدبر القرآن يكون في الصلاة وخارج الصلاة، أن تقرأ القرآن بالتدبر وحضور القلب والخشوع في الصلاة وفي خارج الصلاة. نعم. هذه سائلة تقول: امرأة توفي زوجها ولم تنجب منه أولاد، ولد هذا الزوج أولاد من امرأة أخرى بالغين، أين تقضي العدة، في بيت زوجها مع أولاده أم في بيت والدها؟ إذا قضت عدتها في بيت زوجها ومع أولاده من غيرها فلا بأس، لأن أولاد غيرها من زوجها يعني محارم لها، لأنها زوجة أبيهم فهم محارم لها لأنهم أولاد زوجها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الحقيقة طالما يعني عرض علينا في هذا البرنامج، ولكن يسأل: الفرق بين حكم التأجير المنتهي بالتمليك والفرق بين الموعود بالتمليك، نرجو الإيضاح. لا فرق بينهما، لأن الموعود بالتمليك هذا حيلة، لما سمعوا أنه لا يجوز الآجار المنتهي بالتمليك احتالوا وقالوا الآجار مع الوعد بالتمليك، والحكم واحد ولا يختلف، لا يجوز في كلا الحالين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن حديث: رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، ما صحة هذا الحديث وهل ذلك بسلام واحد؟ الحديث صحيح، وهذه 4 ليست راتبة لصلاة العصر، وإنما هي نفل مطلق، ومن حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة كما في الحديث، وكونه يصليها بسلامين أفضل، وإن صلاها بسلام واحد جاز هذا. نعم. يقول: ما المراد بالآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا؟ معناها واضح، أن الله جل وعلا يسكنهم جنات الفردوس لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات، فجزاهم الله أن أسكنهم في الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن كما في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. نعم. يقول الشيخ: البائع إذا أحضر زبون لشخص هل يعطيه نسبة من قائمة الفاتورة؟ البائع إذا كان يبيع ملكه فليس له سعي، أما إذا كان يبيع ملك غيره فله السعي، له السعي الذي هو الدلالة كما يسمونها، لقاء تعبه وبيعه واستقدام الزبائن لقاء تعبه، هذا ما يسمى السمسار والسمسرة. نعم. هذا يسأل يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الزوجة التي ترفض أن تصلي رغم أن الزوج ملتزم بأوامر الله؟ هذه لا يجوز له أن يمسكها، إذا أبت أن تصلي فإنه يفارقها، لأن الذي لا يصلي كافر، إذا تعمد ترك الصلاة فإنه كافر، ولا يجوز إمساكها وهي لا تصلي، بل يفارقها. نعم. هذا يسأل يا شيخ ويقول: بالنسبة للجهر بالبسملة للإمام، ما
حكمها؟ لا بأس بها بعض الأحيان، أما المداومة على ذلك فإنه لا يشرع ولا يستحب، لأن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يبدأون الصلاة أو يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين، دل على أنهم لا يجهرون بالبسملة، ولكن إذا جهر بها بعض الأحيان فلا بأس. نعم. يقول بأنه طالب علم ويريد من فضيلتكم إرشاده إلى أبرز الكتب المبسطة التي يدرسها خلال طلبه للعلم. ليس الشأن في الكتب، الشأن في المدرس الذي تقرأ عليه الكتب، فإذا وفقك الله لمدرس ابن مدرس يستطيع شرح الكتب فإنك تسأله عن الكتب المناسبة التي تقرأها عليه ليشرحها لك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل في فقرة له عن حكم صلاة النافلة على الراحلة بالنسبة للمقيم. لا، هذا لم يرد، إنما ورد هذا في المسافر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في السفر على راحلته أينما توجهت به راحلته، صلي عليها صلاة الليل. وأما المقيم فلا يصلي على الراحلة لأنه ليس بحاجة إلى السير، وهو وإن كان راكبا في البلد أو حول البلد أو مسافة دون القصر هذا ليس بمسافر. والتهجد على الراحلة إنما ورد في السفر فقط. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة: حلفت أختي ألا تدخل بيت أختها لخلاف حصل بينهما وازداد هذا الخلاف، والآن خافت من قطيعة الرحم وتريد أن تصل هذه الأخت. يجب عليها أن تصل أختها وتكفر عن يمينها، ولا يجوز لها الاستمرار على القطيعة وتقول أنا حالفة، لا، ما يجوز لها، يجب عليها أن تحنث وأن تصل أختها وتكفر عن يمينها. نعم. يقول هذا السائل: أنا أذهب إلى حريملة للعمل وأرجع في نفس المسافة وفي نفس الوقت، فما هي المسافة المشروعة والمعتبرة في قصري للصلاة؟ المسافة مسيرة يومين للراحلة وتقدر بثمانين كيلو كل مرحلة عن أربعين كيلو. إذا كانت المسافة بين الرياض وحريملة تبلغ هذه المسافة خارج البنيان، تبدأ المسافة من خارج البنيان. إذا كان ما بين البلدين خارج البنيان يبلغ ثمانين كيلو فهذا سفر تقصر فيه الصلاة. نعم. يسأل يا شيخ هذا السائل عن الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة. تجنب الشواغل، لهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بحضرة طعام، ونهى عن الصلاة وهو يدافعه أحد الأخبثين البول والغائط. فإذا كان هناك شواغل تشغل باله فإنه لا يصلي حتى تذهب هذه الشواغل أو يبتعد عنها لأجل الخشوع في الصلاة. نعم. يسأل يا شيخ هذا السائل عن حكم تغميض العينين طلبا للخشوع أيضا. يكره تغميض العينين في الصلاة لأن فيه تشبها باليهود، يكره تغميض العينين في الصلاة إلا لحاجة، إذا كان أمامه ما يشغله ويغمض عينيه عنه لأجل الخشوع فلا بأس. نعم. يقول: إذا سعى المعتمر قبل الطواف ثم طاف ماذا يلزمه؟ يعيد السعي بعد الطواف، لا يكون السعي إلا بعد الطواف، يطوف أولا ثم يسعى، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في كل عمره وفي حجه، ما كان يسعى قبل أن يطوف، كان يتعدى المسعى ويذهب إلى البيت يطوف به، إذا فرغ من الطواف صلي ركعتين ثم يخرج ويسعى، يخرج إلى المسعى إلى الصفا والمروة فيبدأ السعي. والله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإنما ورد في رواية أن رجلا قال: يا رسول الله لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. هذا من ظاهر حاله أنه لم يتعمد، وإنما فعل هذا نسيانا أو جهلا، قال افعل ولا حرج، أما أنه يتعمد هذا لم يرد به دليل. نعم. أحسن الله إليكم. في الحج من ترك طواف الإفاضة جهلا منه ماذا يلزمه الشيخ؟ ما يسقطه الجهل، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم حجه إلا به، فيأتي به ولو سافر ولو مضت مدة، ما يتم حجه حتى يأتي بطواف الإفاضة.
الله يرجع ويأتي به ليتم حجه. نعم. في سؤاله الأخير يقول يا شيخ: شاهدت بعض الناس الطائفين معه نساء وأطفال فيدفعهم لتقبيل الحجر، فأيهما أفضل، تقبيل الحجر أو البعد عن مزاحمة الرجال؟ لا يزاحم، لا تزاحم النساء الرجال ولا الأطفال والضعفاء لا يزاحمون، لأن عليهم خطرا من الزحام، والرجل لا يزاحم المرأة والمرأة لا تزاحم الرجل عند الحجر لما في ذلك من الفتنة. والمشروع أنه يشير إلى الحجر ولو من أقصى المطاف إذا حاذاه، يشير إليه بيده ويكبر، هذا هو المشروع، ولا يزاحم، لأن المزاحمة التي يترتب عليها فتنة أو يترتب عليها ضرر محرمة. ولا يزاحم من أجل سنية استلام الحجر، استلام الحجر سنة، والمزاحمة التي فيها فتنة أو فيها ضرر هذه محرمة. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الأثر الذي في مقام إبراهيم هو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وما معنى الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ نعم، الأثران هما أثر قدم إبراهيم عليه السلام لما كان يبني الكعبة، فكان لما ارتفع البناء جاء بحجر فجعل يقف عليه، يصعد به الحجر حتى يبني ثم ينزل به، فأثر قدماه في الصخرة، هذا الأثر الموجود. وأما معنى قوله سبحانه: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فرغ من الطواف أتى إلى مقام إبراهيم، جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وسجل هذا اللقاء زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.